نحييكم من جديد مشاهدينا، وهذه جولة سريعة على موقع تويتر. إذ نشط اليوم هاشتاغ قيادة المرأة السعودية للسيارة موضع نقاش في مجلس الشورى. طبعا الهاشتاغ انتشر بسبب خبر صدر من صحيفة سبق للآن، حتى يعني فقط صحيفة سبق تقريبا من الصحف اللي نشرت هذا الخبر، وصار عليه تفاعل كثير على موقع تويتر. الداعية في وزارة الشؤون الاجتماعية سليمان الطريفي علق على الموضوع مغردا: يا له من أمر مضحك، الموافقة على المناقشة، هذا أمر لا يحتاج إلى نقاش، بات حاجة ملحة لبعض الأسر. فيما طالب المغرد ياسر بوضع نظام يعاقب التحرش ضد النساء، ثم تتم بعد ذلك مناقشة فكرة القيادة. أما المغردة تماضر فطلبت من أعضاء مجلس الشورى أن ينزلوا للميدان ويناقشوا هموم المرأة في الواقع بدلا من مناقشة متطلباتهم فقط. طبعا هذه وجهة نظر تماضر. عموما مشاهدينا، للإضاءة أكثر على هذا الموضوع معي عبر الهاتف المدونة السعودية منال الشريف والمهتمة بشؤون المرأة. أهلا وسهلا بك منال. منال، يعني الخبر للآن احنا شفناه بس في جريدة السبق، يمكن إيه ويمكن لا، ما حد عارف إيش الموضوع بالضبط، بس أعتقد أنه في يعني أشياء خلف الكواليس يمكن الصحافة لسه ما نقلتها مظبوط. لكن الخبر هذا جاء بعد يومين من تصريح مدير عام المرور، واللي أعلن أنه مخالفة المرأة اللي تقود سيارة هي في حال يعني في حال قادت السيارة راح تكون لعدم حمل رخصة. هل مناقشة الشورى للموضوع إذا أكد تمثل يعني تمهيد لإقرار حق المرأة بالقيادة في رأيك؟ أولاً أظن إنه من شهرين الأستاذ عبد الله العلمي أعلن على تويتر إنه تم فتح ملف قيادة المرأة في لجنة العرائق في مجلس الشورى. صح. وأنا أستغرب إنه الآن الجرائد بدأت تكتب عنه بداية بسبق، نأمل إنه الجرائد الرسمية تتكلم عنه بكرة. واضح إنه هو ضوء أخضر، بما أنه التشنج بعد سنتين من إثارة موضوع قيادة المرأة، لما تقرأي حتى التعليقات في الهاشتاغ يعني من سنتين كانت جدا متشنجة ضد القيادة، الآن تحس أنه في تقبل وفي مناقشة لما بعد صار الموضوع. يعني خلاص عدينا مرحلة اللي هي المعارضة وهل تقودها ولا تقود، لا الآن خلاص مرحلة أنه كيف نهيئ البيئة اللي تقول. اتفاجئت منال لما عرفت انه المقبل مدير عام المرور في الرياض قال انه اذا ساقت المرأة تاخذ مخالفة، تفاجئتي بالخبر هذا؟ طيب هو من اول قبل حتى اللي هي مبادرة قيادة المرأة للسيارة اللي بدأت في مايو كانت مخالفة. صح، كانت مخالفة فعلا، لكن المشكلة انه يتم استدعاء الهيئة. يعني مو بس مخالفه، الهيئه تبتدي تستدعي ولي الامر وتوقعها على تعهد. نعم. تدخل الهيئه هو اللي بيعقد المواضيع. نعم. مو فقط مجرد مخالفه لقياده بدون رخصه، انا حصلت عليها المخالفه هذه، مو مشكله، المشكله لما يتم تدخل الهيئه يتم تصعيد الموضوع. نعم. طب انا تم تعامل معه. ايوه. بس عشان الوقت ضيق انا بس بدي اسالك سؤال ثاني، اذا تم اقرار المشروع من قبل مجلس الشورى، ايش الخطوه التاليه لتنفيذ القرار على ارض الواقع في رايك؟ هي العريضه المقدمه لمجلس الشورى كان موجود اخر شبكه فيها واخر جزء من العريضه كان موجود فيها دراسه ومحطوط فيها ايش اللي هي الاشياء اللي ممكن تهيئ البيئة لقيادة المرأة، من فتح مدارس القيادة، من إقرار قوانين اللي هي التحرش. نعم. والسائقات يعني ها، من وجود شرطة نسائية كان موجود فيها إيش الأشياء اللي تسهل القرار أنه يتم تفعيله على أرض الواقع. وأظن إحنا ما راح نرتاح إلا لما تطلع فعلا تطلع رخصة قيادة لأول امرأة سعودية. لما تطلع رخصة القيادة ممكن وقتها أنه نقفل على الملف هذا ونبدأ ننتبه لملفات الأخرى. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك منال الشريف المدونة والمهتمة بشؤون المرأة السعودية. منال الشريف شكرا لك. إذا مشاهدينا، من تويتر وإلى اليوتيوب ننتقل لنعيش أجواء النسخة السعودية من الكليب العالمي Party Rock Anthem. نتابع. هيا الحبيب، وين الناس؟ ليش ما في أحد هنا؟ يا اخي ايش فيك انت ويا لابس كذا؟ ايش فيك؟ ايش صار؟ ايش في ذا؟ يا اخي من يوم طلعت الاغنيه هذه والناس لازم تلبس سروال فنينه او ثوب ترقص. عمي سروال فنينه يا اخي تستهبل، انا ما امزح معاك، انا امزح معاك انت وياه. البس 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 البس
بسرعه بسرعه بسرعه. شو مسوي الحين؟ بات يا عيال يا وحبك. Party rockers in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party rockers in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see ya. ابتكارات الشباب مميزة السنة. عموما المشاهدين من صفحة سيدتي نتي على الفيسبوك اخترنا لكم اليوم خبر الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني يتلقى دروسا خاصة في اللغة العربية منذ أكثر من 6 أشهر ليتمكن من قراءة القرآن في صورته الأصلية. وكشف الأمير تشارلز يوم أمس في حفل استقبال له في قطر عن صعوبة استيعابه للغة العربية، إذ قال إنها تدخل من الأذن وتخرج من الأخرى في إشارة لصعوبتها. أما على حساب سيدتي نت على تويتر فجاءت دراسة جديدة تظهر أن الرجال يدخنون للمتعة والتسلية في حين أن النساء يفعلن ذلك لتهدئة أعصابهن. وبيّنت الدراسة أن 33% من المدخنات الإناث يدخن في أغلب الأحيان عندما يشعرن بالإجهاد النفسي. ومن حسابات سيدتي على فيسبوك وتويتر وجولتنا اليومية عليهما إلى فقرتنا الأسبوعية 10 الأوائل في وفيها نتعرف اليوم على أغرب 10 وظائف. دانا أشقر والتفاصيل. ليست جميع المهن والوظائف التي قد تخطر على بالك مريحة وملائمة، لذا جمعنا في هذه القائمة مواقع العمل الأكثر غرابة ما بين وظائف تبدو كما لو كانت في عالم الأحلام وبين وظائف تبدو كما لو كانت عقابا وتعذيبا في عالم المعاناة. لم يكن التحنيط بأنواعه حديث عهد بهذا العالم، بل كان منذ زمن طويل على أيام عهد الفراعنة. وتحنيط الموتى هو حفظ جثث الموتى بواسطة مواد كيميائية فيحافظ جسم الإنسان على مظهره فيبدو كأنه حي. كل ما هو مطلوب في هذه المهنة هو الجلوس على المكتب وتناول جميع أصناف الحلويات من كل شكل ولون وتذوق طعمها طوال اليوم. تحليل سلوك الكلاب والقطط لمساعدة مالكي الحيوانات على حل المشكلات السلوكية الخاصة بحيواناتهم الأليفة هو دور مرشد الحيوانات النفسي. الثعابين السامة يمكن استخراج السموم منها عن طريق حلبها من الأنياب، وعادة ما تكون من الثعابين ذات الأنياب الأمامية مثل الأفاعي والكوبرا، فهي مهنة خطيرة وبالتأكيد غريبة. المطلوب منه هو تنظيف مجاري المدينة، حيث يقوم بالغطس في المجاري بعمق 7 أقدام أحياناً مملوءة بالفضلات للتنظيف مقابل مبالغ زهيدة للغاية. قامت جوجل بتعيين مجموعة من الأشخاص المحظوظين ليقوموا بعمل جولات بدراجاتهم في الأماكن الأثرية والسياحية لتصوير الأماكن التي لا تستطيع السيارات الدخول عليها، يتم وضعها في برنامج جوجل مابس. تم تزويد دراجاتهم ب9 كاميرات وجهاز تحديد المواقع GPS وجهاز كمبيوتر. كل ما هو مطلوب من يعمل في هذه المهنة هو السفر لأماكن الألعاب في كل مكان حول العالم لتجربة الزحاليق المائية، حيث المطلوب منه هو اختبارها وتجربتها بنفسه ليحكم على جودتها. تعتبر هذه المهنة خطيرة وليست لذوي القلوب الضعيفة، فهي تتطلب مهارة الغوص والصبر وكيفية التعامل مع سمك القرش بطريقة لا تعيق تنظيف الأحواض المائية. وظيفة مقززة بعض الشيء، لأن على صاحب هذه الوظيفة أن يقوم بشم إبط المتطوعين طوال اليوم للتأكد من مدى فعالية مزيلات العرق.
تخيلي أن تكون وظيفتك التي تأخذين عليها راتبك نهاية كل شهر هي الاستلقاء على السرير والنوم. تبدو نكتة طريفة، والمطلوب هو الاستلقاء والنوم على سرير فاخر كل يوم لمدة شهر من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء مقابل 1000 يورو في الشهر. يعني بين المهمة الأولى والثانية فرق كبير. عموما مشاهدين، هذا فاصل قصير ومواصلين معكم. في سيدتي بعد الفاصل، موضة ربيع صيف 2013 من دبي وجدة.